احد الاطفال بشوف شنطه على الردم من جيراننا، مش قاصد الا يشوف يطمن على دار الشعبي، فاذا بايد من تحت الردم اللي هي ايد اخي سمير من تحت الردم. سيقرا المار من حاره القريون اسماء عائله الشعبي المكتوبه على نصب تذكاري اقامه اهالي البلده القديمه في نابلس تخليدا لذكرى ابناء العائله الذين جرفت اليات الاحتلال الاسرائيلي بيتهم في نيسان من العام 2002 فاستشهد 8 منهم. كان أخي سمير طبعا شافوا أحد الجيران في بعد 8 أيام من حوالي من منع التجول لما فاتوا على البلد بثلاثة أربعة 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 بالليل بستة أربعة طبعا قطعت أخبارهم. الجيش الإسرائيلي دمر البيت وفات في المجزرات والدبابات على البيت. إحنا لما أجينا على البيت وشفنا الدمار الهائل إنه دمروا البيت على ساكنيه، دمروا البيت على أطفالهم، لعبهم، كتبهم، شنتاتهم الأطفال. نفس المار سيقف عند عشرات النصب التذكارية في أمكنة مختلفة من البلدة القديمة في نابلس تحمل أسماء شهداء وتحفظ روايات بطولاتهم وتضحياتهم في موقع الاستشهاد أو على أبواب منازلهم. الناس عادة اللي هون داخل مدينة نابلس هلا لما يمروا هم يعني انت قاعدة بتعملي لهم زي عصف ذهني انهم بيعيدوا ذكريات الوقت والزمان والمكان والتضحيات اللي قدمها هذا الشهيد. هم بيضلوا حاضرين في قلوبنا وعقولنا بدون النصب التذكاري، بس النصب التذكاري زي ما قلت لك هو للجيل وللأجيال القادمة اللي راح تتذكر بطولات. ستبقى صور الشهداء من المقاومين بمنطقة المصلبة في البلدة القديمة تخلد ذكراهم عندما كانوا يجتمعون فيها أيام اجتياح مدينة نابلس في العام 2004. وسيبقى الفلسطيني يحفظ ذكرى المدافعين عن وطنه ولو بنصب تذكاري. من مدينة نابلس لورين زيداني، وكالة وفاء.